وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. نرحب بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة. كلمة تود توجيهها بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم. يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما على تولي جلالته مقاليد الحكم. كما أهنئ سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة العزيزة. وخلال 25 عاما من تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم شهد قطاع العدل والشؤون الإسلامية الكثير من الإنجازات الكثيرة في عددها والكبيرة في جوهرها. فأما على مستوى القطاع العدالة فقد تم تعزيز استقلالية القضاء بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وقد أصدرت هناك العديد من القوانين ومن أهمها قانون التنفيذ وقانون إعادة التنظيم والإفلاس وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. أيضا نؤكد على أهمية ما أنجز على مستوى منظومة حماية كيان الأسرة والطفل في مقدمتها صدور قانون الأسرة وإنشاء محكمة التمييز الشرعية. وأما على مستوى الشؤون الإسلامية شهدت مشاريع تشييد وإعمار دور العبادة توسعا كبيرا، وفي مجال خدمة القرآن الكريم تم تخريج الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف البرامج الدراسية بمراكز تحفيظ القرآن. كما نفذ صندوق الزكاة والصدقات الكثير من المشاريع والبرامج الخيرية والتكافلية وغيرها من المبادرات. المسألة الجوهرية التي ينبغي أن نلفت لها وهي أن الإنجازات المتحققة في القطاعين العدلي والشؤون الإسلامية خلال 25 عاما أسست لتطوير المستمر وبدعم ومتابعة من الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يترجم رؤى وتطلعات سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. نعم سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.